أهلا بكم في موقع الشركة السعودية للكهرباء. يمكنكم تقديم طلب خدمة كهربائية على الموقع باتباع الخطوات التالية: من الصفحة الرئيسية ضمن الحساب الشخصي قم باختيار تسجيل الدخول، ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول، قم بإدخال البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول. عند ذلك ستظهر لك الصفحة الرئيسية لخدمات المشتركين. في الجهة اليمنى سيكون هناك رسالة ترحيبية على قائمة خدماتنا. لتقديم طلب خدمة كهربائية من قائمة خدماتنا ضمن طلبات الخدمة، قم باختيار تقديم طلب خدمة كهربائية. ستظهر لك صفحة طلب خدمة كهربائية، قم باختيار جديد من القائمة اليمنى أسفل طلب خدمة كهربائية. ستظهر لك صفحة البيانات الأساسية، تحتوي نوع الطلب واسم مقدم الطلب ورقم الهوية ورقم الجوال ورقم هاتف العمل ورقم هاتف المنزل والبريد الإلكتروني والبريد. قم بتعبئة الحقول المطلوبة ثم اضغط على استمرار. ستظهر لك صفحة بيانات الموقع، قم باختيار نوع الاستخدام والإمارة والمدينة والحي، وقم بتعبئة العنوان ورقم الصك وتاريخ الصك ورقم القطعة ورقم المخطط والبلوك ورقم رخصة البناء وتاريخ رخصة البناء ورقم التقرير المساحي وتاريخ التقرير المساحي، وقم بتحديد الموقع من خلال الضغط على رابط الضغط هنا. ستظهر لك شاشة تحتوي خريطة المملكة. قم بتحديد مكان المبنى من خلال وضع علامة على موقعه في الخارطة، ثم اضغط على حفظ الإحداثيات. ستظهر لك صفحة بيانات الموقع مرة أخرى، اضغط على استمرار. ستظهر لك صفحة بيانات الخدمة المطلوبة، قم باختيار نوع الوحدة وتعبئة عدد الوحدات ومساحة الوحدة، ثم اضغط على إضافة. ستظهر لك بيانات الوحدة، اضغط على استمرار أو قم بإعادة الخطوات السابقة لإضافة وحدات أخرى. ستظهر لك صفحة المرفقات، قم بإرفاق رخصة البناء وقم بتأكيد الاطلاع والموافقة على اتفاقية إيصال الخدمة من خلال تحديد الخانة الخاصة بها، ثم اضغط على إرسال الطلب. ستظهر لك رسالة تؤكد استلام بيانات الطلب بنجاح بالإضافة لرقم المرجع. قم بالضغط على طلب خدمة كهربائية من القائمة اليمنى. ستظهر لك تفاصيل طلبات الخدمة المقدمة وحالتها. الشركة السعودية للكهرباء طاقة مثمرة. خدماتنا أسهل وأسرع على موقعنا www.se.com.sa.